مضرب وكره بلاي ستيشن قول لا 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 نشيطه اليوم لا 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 في ثار بده يصير في ثار بده يصير استنى شوي نرحب اهلا وسهلا مشاهدينا في حلقه جديده من برنامجكم مولع هاي السنه لعبه الشيف الموسم الثاني الموسم الثاني تفضل اسمع بدنا نولعها في المطبخ مقلقل حلو بس بدنا نقلقل عليك هون بنفع هيك اقول لك باسل اه كريم ماتش اسمع هذاك هذاك 5-0 والفار التعبان اللي جايبه لا 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 ليه بتعطيني دق الكور حدد دقها انت طيب ما بتعرف قول لي بدك ارسال خذ ارسال يا اخي هيك هيك صرنا هيك في اخر البرنامج هيك نتعامل مع بعض يلا يا اخي عيده هذه بس تكبسش لا ما قلت لي انا ما كنت مستعد ما كنت لا تكبس علي لو سمحت ما كنت الا انت بس لا في هاي في تحديد ارسال اكبس علي غير عن هيك لا انه الانتقام اعزائي المشاهدين انه الانتقام على المطبخ اخوي عبد الرحمن على المطبخ جهز لنا المقلقل اه يا واسل ترى انا اللي مفوزك انا اللي رخيت يدي بس ترى لا تكبر الموضوع الطاوله موجوده والايام موجوده جهز المطبخ عفوا انا حنتقل المطبخ ماشي الله يوفقك شكرا الله يوفقك تكبسش علي مره ثانيه خلاص ورجعنا لكم مشاهدينا في فقره الضيف ومعانا نايف السويلم يا حياك يا اهلا وسهلا وسهلا يا اهلا وسهلا اخيرا تلاقينا HD معانا في الاستوديو اليوم يا عبد الرحمن ما بغينا ما بغينا نايف من اكثر الشخصيات اللي انا معجب فيها صراحه حب وتقدير لك من ايام زمان والله حب لكم نايف كلكم من الجيل الاول عبد الرحمن صحيح نايف من الجيل الاول في اليوتيوب نايف اتش دي نايف اتش دي نايف اتش دي كيف انت والمقلقل مقلقل دجاج شوف تبي صدق صدق طبعا انا احب المقلقل لحمك انا كمان بس اليوم التحدي على مقلقل دجاج خلينا نشرح لك مش الواحد مبدعاتها يعني لا لا ترى شوف المقلقل اللحم مختلف تماما عن الدجاج حتى طريقه التقديم والتحضير وكيف الوجبه وايش مكوناتها هيك يعني غير ان لحمه ودجاج مش استبدال لا لا بتختلف الوجبه تماما واليوم مسوينها ايش مع رز عبد الرحمن طيب. حكينا بالله المقادير خلينا اشرح لكم ايش المقادير اول حاجه نبدا بالسايد اللي هو حيكون ارز مع صلصه الطماطم يعني حيكون خلينا نقول رز لونه احمر او رز رايح للكبسه بالنسبه للدجاج هي دجاجه كامله مقطعه من 12 الى 16 قطعه لازم القطع العدد. ايوه لازم تكون صغيره تمام هذه هي السر في المقلقل لازم تكون القطعه صغيره بالاضافه الى البصل والثوم المهروس بصل شرايح طبعا فلفل اذا لانه في الطبخه نحتاج الفلفل واخر شيء الطحينه ايش اجهز لك بسرعه باسل انا شايف كله مقطع عندك مش قادر اغلبك كثير طيب بس خلاص. يعني لا ايش في انت بتسوي الرز اسمع 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 سوي لنا الرز الدجاج انا بشتغل فيه طيب خلاص قدامك اي بصل قطعه سيبه علي الرز الرز تبعك سويه بس المقلقل خلي لي اياه انا بقلقل خلاص اوكي ابشر يا حبيبي دقائق ونرجع لك اه حلو شغله انتقام شعور شايف شعور انتقام شكرا 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 نايف اتش دي ولا نايف سوالم ايش 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 نحكي اليوم نايف اتش دي بقدر بمون عليك فيها وجمهورك بيعرفك نايف اتش دي نايف اتش دي وجمهورك بيعرفك يمكن اغلب جمهورك بيعرفك كنايف اللي مدون في مجال الطعام بس اتش دي هاي معناها انت في شيء من قبل لسه يمكن كثير ناس ما بتعرفه بالضبط قول لنا القصه تفضل لاني كنت اول ما بديت اصلا في صناعه المحتوى بديتها ما هو في مجال الطعام مجال الطعام جاب الصدفه بعدين شو المجال كان كان المجال أول شيء في المونتاج لأن كنت أحب المونتاج والأمور هذه وكيف الأفلام كنت أشوفها كنت بحاول أجرب أسوي أشياء زيها بعدها HD جاية من ال High Definition من ال HD تعطي الكواليتي وقتها كان أي ديزاينر فهذه فكرتها أقولك من متى في اليوتيوب قوله من أيام ال HD حبيبي قديم طيب وبعدين بدأت لتدوين في عالم الطعام لا في النص كان فيها جيمينج بعد في جيمينج كمان إيه دخلت على فترة الكومنتيترز حاولت ادخل في الجو شوي وقفت الدراسه كل وقف يمكن سنه او سنتين حولت على اكل اكل في السياره مبسوط سلكت الامور من ذاك الوقت طيب الحين انا بدي اسالك عن ثلاث اشياء موجودين والناس بتعرفك فيهم كويس قل لي مين فيهم صار في حياتك اول هل حبك للاكل ولا السوالف مع الشباب في السياره طيب ونعتبر هذا اللي قاعد بتسويه انت بتسولف معانا المتابعين في السياره وانت في السياره ولا الطبخ والمطبخ وانت دخلت المطبخ كثير كويس وبحييك وبحترمك على هذا الشيء
فمين في فيهم دخل اول عندك، حبك للاكل ولا الطبخ والمطبخ ولا سوالف السياره؟ لا هي اول شيء سوالف ودخل عليها الاكل، سوالف والاكل واخر شيء المطبخ. اي اخر شيء لان المطبخ ما بديت فيه الا بعدين، إيه بديت اجرب واحاول اقلد المطاعم، اول شيء اكل من المطاعم ايش بعدها بديت على المطبخ. نايف ايش دخلك على المطبخ؟ قل لي كشخص بيطلع له كل يوم، يعني مش بس يروح او يجرب مطاعم، لا احسن مطاعم واحسن اكل وفرص وتسوي فيها اشياء حلوه، بعدين فجاه نايف صار يطبخ، ايش اللي دخلك على المطبخ؟ هو الفكره اول ما بديت كان كل شغلي فاست فود، اول شيء بديت اصلا كان بيتزا اذكرها للحين، بعدها دخلت على البرجر، من زمان وانا احب البرجر. جت فتره واشوف كل ما قام يتحسن بسرعه البرجر وكيف تحول من الفاست فود العادي الى ما وصل له اليوم. في الطريق قلت هذول اساسا شلون يسوونه؟ واحنا نصور تشوف الكواليس في المطبخ تحاول تغش. صار عندك فضول شوي. ايوه فبديت اطبقها. طيب ولو بدك تطبخ انت في البيت؟ ايه في البيت برضه. برضه برجر؟ ايه والله قوي قوي في البرجر. ايه ففرمته طريقته مدري ايش. طب بدنا قعده برجر احنا في سهرات بسموها سهرات البرجر هيك اللي بقعدوا فيها هم عشاق الساحل المستديره. ابد تم خلاص عندك تم. الموضوع طب شو رايك نفوت على المطبخ ونشوف المقلقل؟ يلا بسم الله. بيتك ومطرحك بيت اخوانك هذا يا حبيب قلبي. احنا نايمين ماكلين شاربين هون. رجعنا لكم من جديد من قلب المطبخ مع نايف اتش دي. يا ويلك يا ويلي يا ويلك ليه ناوي علي كذا من بدري؟ شوف انا سمعت في واحد غاش شوي. في واحد غاش ها؟ في واحد غاش شوي ماخذ له حركه قويه اللي لحقت عليها. طيب نشرح المقلقل رقم واحد. ابدا انا عبد الرحمن طريقتي ايش حقول؟ اتفضل. طيب اول شيء راح نفتح الفلفل بهاي الطريقه وراح اقليه في الزيت. انا الزيت اللي راح استخدمه راح يكون هو نفسه الزيت اللي حسوي فيه البصل والفلفل والدجاج. هاي شغله جديده انا اخترعتها في هذا البرنامج في هاي الحلقه تحديدا اسمها بناء النكهات. اوف ولا شفتها عند ولا حدا في حياتي قبل هيك اسمها بناء النكهات فحنحاول نسويها اليوم. ما تعلمها الا مني بس عشان تكون عارف. تفضل كمل. فبناء النكهات بدنا نسويه في الزيت. وعندي كمان الكشنة تبعت الرز راح أحط، حطيت زيت عندي بدي أحط عليه البصل وشوية بهارات. حلو. ونبدأ فيهم واحدة واحدة، أول شيء الفلفل بعدين البصل بعدين الدجاج. والرز أنا ماشي فيه أصلا، الرز هنا عبد الرحمن يعطيه العافية إيش سلق لي إياه. الرز أنا ما بدي أعمل رز أحمر، ما حعمل رز أحمر. أوكي. هناك رز أحمر خلاص ليش ناكل مرتين رز أحمر نغير. صح. فرح أعمل رز بالكشنة. بس مو هو بالأساس الرز. لا لا هي الفكرة بالمقلقل بس. لا بس حعمل لك صحن رز بجنة. جاوبني بس كيف انت والفلفل كويسين ولا لا؟ يا ما يصير مره حار. مش مره حار. طيب اللي احنا حنسويه حندخل الفلفل الزيت ونطلعه ونشيله من الزيت ونخليه على جنب اذا بدك تاكله، بس انا بدي شويه حراره تنزل في الزيت نفسه. حلو. تنكه الزيت. بنكه الزيت مقلقل كويس هاد بمشي معك. مظبوط. يلا نشوف عندك. انا يا حبيبي اول شيء قاعد اسوي الكشنه. أيوه؟ الكشنه هي الاساس. الله عليك. فبدات اول حاجه بتنكيه الزيت. حلو. هنا بناء النكهات الصحيح مو التقليدي. اوكي يا ويلا كمل معي. فاول حاجه حطيت عليها البهارات عشان تطلع ريحتها، ولما تحمص البهارات دائما تدي نكهه مره لذيذه. بعدين تطلع الروائح. يا سلام. ايوه يا سلام. بالضبط تطلع روائحها والعطور اللي فيها. بعد كذا حنحط الثوم والبصل نكشنها لين ما تتشقر. بعدين اضفنا صلصه الطماطم حمصها كمان عشان تطلع نكهتها. بعدين اضفت شويه مويه عشان تتسبك. الان قاعده انا اسوي التسبيكه الاساسيه اللي حطبخ فيها الارز. حلو. هذا الفرق الاولي. يا سلام. شوف بس يا اخي لاحظت شيء. تفضل باسل انت بتقروش مره. شوف انا حياتي كلها هيك. هو برافوك. ليه انا حياتي كلها هيك؟ بحس انه ما في وقت لاي شيء في الدنيا. يلا بسرعه بسرعه بسرعه. انا احس اني اذا نظرتك بسرعه الدنيا. ما هو اروح عبد الرحمن الدنيا هذه. في المطبخ من المطبخ من الاشياء اللي كثير بدها تركيز في اكثر من شغله مع بعض. طيب لازم تكون مركز في اكثر من شيء مع بعض، وانا هاي الصفه صعبه عندي شويه. يعني لو بديت اسوي الرز خلاص انا احسن لي اني ما اكمل ما اسوي اي شيء ثاني الا ما اخلص الرز. تحب تركز في شيء واحد. شيء واحد صح.
فابو هذلوك الحين عندك ثلاث اشياء بسيطه بسيطه. شوف هذه تاثر على النكهات والاكل. هذه التكشين اللي شغال عليها للرز عشان نطلعه لونين. يا سلام. اصفر ايوه وابيض. فنان. في رز اصفر وفي رز ابيض حيجوا الاثنين يعني طبقتين فوق بعض جوا جوا. شوف نايف هون انا سويت شغله كرملت البصل ظبطت كرملت الوقت. بصل مقطع ايوه خليته في القدر. حلو. وهذا البصل المقلي طيب شلت منه شوي عشان نرشها فوق صح ونزلت منه شوي تحت هون عشان هاي شايف هاي التتبيله هاي اللي تحت. اوكي حطيها مكس. هاي للرز. هاي اللي الحين انا بدي انزل عليها الرز اللي تقريبا مسلوق والرز هيك بده ياخذ من البصل كمان وهو قاعد بنطبخ. كيفني معك اليوم في مش بناء نكهات في بنايه نكهات. في حدا حيبني نكهات في حدا بنى عماره. يا ويله عماره يا ويلة. نكهات اليوم. ركز. تعرفني يا نايف انا من يومي ما اتاثر هذه الاشياء بالنسبه هداوتك. لي هداوتك نايف. نايف انا بدي اسالك سؤال تصدق خطر في بالي من فتره قلت لما اقابلك بدي اسالك اياه. شو اكل برا الرياض برا في المملكه اللي بتحبه عن جد وين من المدن وين من الاماكن اللي انت بتحب اكلهم فعلا وما بنتكلم عن اكل مطاعم اكل شعبي. اكل شعبي طبعا نتكلم عن الاكل الشعبي في الاكل المطبخ السعودي في المملكه. عندك اكثر شيء اتوقع الاكل الجيزاني. الاكل الجيزاني والله الاكل الجيزاني ليه شعبيه كبيره عبد الرحمن. في اتفاق في اجماع. لا لا مو طبيعي بين الضيوف كلهم على هذا الموضوع يمكن لان حتى طريقتهم في الاكل اللي يبدون بالحلا وبعدين يخشون على الدسم هذه الحلها حكايه. شوف المقلقل باسل ايش سوى؟ خلى البصل اول وبعدين شاله وبعدين حط الدجاج. لا حتلاحظوا ان انا طريقتي مختلفه حطيت الثوم والبصل والدجاج والدجاج مبهر كمان علشان ابغى اسوي انفجار نكهات مو بناء. هذا ليفل جديد. يا ساتر انفجار. والله لا يجيب انفجارات. مو هو عنده بتكون مطعمه اكثر. انت هذا ما سنكتشفه اليوم ان شاء الله باذن الله. في الفقره الحاسمه باذن الله. بس يعني اذا انت تبغى تساعدني كذا شويه. وش بغيت بس؟ اعطيها كذا تقليب وكذا شويه. انا بروح اشوف باسل ايش بيعمل. خرب علي. خرب علي. انت قلب لي كذا. ما انا مفهوم. تفوز كثير انت. ها؟ كذا تفوز. ما عليك ما عليك. بس على الهادي على الهادي. اهلا والله ضيف عزيز وغالي. اهلا لحظه اشتباه كله تمام. اسمع هي فحمه. اوكي حدخن الرز. حتسوي مبخر؟ حبخر الرز بس بايش؟ اسمع الفحمه بدي اسخنها وبعدين بدي قصدير. يبغى لها قصدير. بدي احط قصديره وبدي اشيل من الزيت نفسه هذا تاع الدجاج. فحمه؟ لا دقيقه باسل هذه من فين جبتها؟ هذه ما اتفقنا عليها خارج النص. كيف سمحتوا له فريق الاعداد ينفع كذا؟ ما حد قال لي اجيب فحم طيب معاي. الله يذكرك بالشهاده. ايه سيره الطحين بسوي لك طحين الحين رهيب. تقتلني ترى. خلاص ما احب الرز اللي فيها. خلاص اسمع خذ وديلز. اي وديلز. قول له اعطيني ايش قال لك. نفس المعلومه. انا احب الطحين حط طحينة والله يا اخي صادق ما تقبل فولة ترى فولة ما تقبل صادق. انا حسيتك بتفوز عرفت فلازم غش. احلى طحينة للمقلقل. الضيف بحب الطحينة وأنا عندي مكون إضافي طحينة ولكن المعروف لا ينسى. عبد الرحمن قدم لي لبن وأشياء احتجتها في حلقة الدجاج المقلي. نتشارك ليش لا؟ نتشارك في الأكل ونتشارك في الفرحة والروح الحلوة اللي بيننا. نتشارك في الطحينة أخوي ليش لا؟ اللي خلص شو يعمل في حاله؟ ما شاء الله. خلص يعني الرز تقريبا خلص بس ضايل أدخن الرز والدجاج اللي يعني طلعته. الربشة عدت. الدجاج عليه ملح وفلفل أسود. خلص الربشة. الربشة عدت والله. الحمد لله عدت على خير. خلصت باسل؟ بس دقيقة وين الحركة اللي علموك إياها؟ الفحم على النار. بدنا ندخن الرز. نبخر الرز عفوا. حلو. حنجيب جزء من القصديرة نحط فيها الفحمة ونحط عليها زيت شوي من زيت القلي وبعدين نرجعها على نسكرها وبعدين نفتحها مره ثانيه. نطلع فاصل يعني يا باسل. فاصل ونواصل. اوكي فاصل يعني بدنا نروح وين؟ فاصل ونواصل. احتاج الكريم بس يجينا عشان نشوف اللون. انا ضروري ادل على المتابعين الصراحه. اسمع انا عندي مشكله في اللون. استنى شوي. ايش في ايش بك يا باسل؟ ما في شيء دجاج محمر زي عندك.
اطلع فاصل عبد الرحمن. انا اقول نطلع فاصل بس شو ولا ايش مخوف عندك اليوم؟ خمسة دقائق كذا ويكون الدجاج عندي جاهز. فانتقل الان الى الفاصل وبعد كذا هنلاقيكم في الفقرة الحاسمة باذن الله. ورجعنا لكم مشاهدينا من طاولتنا البيضة اللي صرنا نضرب عليها وخلص أصابيع تروح. أيوة الخشب يروح مش مشكلة. اليوم تحدي نار مولع يا ويلك. أبو سويلة كيف مطبخنا؟ والله شغل حامي. عدو الدايت مطبخنا هيك بقوله هو. أكيد أنه عدو الدايت اليوم بس بالعكس أنا مجوع نفسي عشان هذه اللحظة بنشوف. شباب انتوا لابسين قفازات شكله ضرب بالخمسة اليوم. طبعا ايه لابد. كيف حتاكل الدجاج؟ حضرب بالخمسة بدون قفازات ايش نسوي؟ خلاص بكيفك. طيب نايف تجرد من جميع المشاعر. امامك صحنين، على اليمين باسل، على اليسار عبد الرحمن. خلال الحلقة هذه كان في محاولات كثير، كل شخص قاعد يحاول انه يسحبني لجهته. شغلنا مبني على الحيادية البحتة. كفو والله. فمبدئيا كشكل اوكي الدجاج تقميرته هنا تحس انها احلى، ولكن كتقديم والله باسل مبدع حبيب. شكرا في ابداعات صراحه. ان شاء الله الطعم يكون ممتاز. طب خليني اقول لك صحني هو رز مطبوخ لونين، الرز اللي بالكشنه والبصل والكركم، الرز الاصفر كان مطبوخ تحت وفوقه الرز الابيض اللي مطبوخ بس بالبهارات الصحيحه. والبصل طبعا عندي مرحلتين من البصل، الصغير المتكرمل والكبير الشرايح برضه المقلي في الزيت. عندنا طحينه عشان ليش ناكل مقلقل ما عندنا طحينه؟ صح ولا لا؟ صح. وعندنا المقلقل نفسه اللي انا قليته في الزيت بدايه على طول، الزيت المنكه، الزيت اللي نزلت فيه بدايه الفلفل بعدين البصل بعدين بهارات صحيحه وشلتهم ونزلت بالاخير الدجاج. طلعته ملح شوية تتبيلة ملح فلفل أسود، رجعته كمان مرة ياخذ التقمير الأخيرة واللون الزيادة وبعدين طلعته ومقدم هيك صحتين وعافية. يعني مقلي دبل غير صحي دبل يعني مقلي دبل صح. محاولات إلى الآن قائمة. استنى أنا عشان أعمل حساب في الأكل مو أنا عن نفسي يعني. أوكي أشوى. بس إيش بفرق عفوا مقلي دبل عن مقلي؟ ما هو نفس المدة بس بتشيله بتخليه شوي يكمل طبخ يستوي أكثر بعدين ترجعه مرة ثانية. يعني حرارتين مختلفة. الفكرة العامة مضايقة كلمة دبل؟ ايه. طب قلي مزدوج بالفع مزدوج مش دبل. طيب أنا صحني شرحت لكم إنه حطيت كل شيء مع بعض علشان أقدر أسوي بناء نكهات بشكل جيد وتفجير نكهات. آخر شيء الأرز اللي معمول بالكشنة الحمراء اللي هي أساسها صلصة الطماطم، وآخر شيء صوص الطحينة فقط. لو طلبت مقلقل في مطعم وإجاك هدول الصحنين مين فيهم حتبدأ أول؟ للأمانة شكلاً أنا ببدأ معها. يلا بسم الله ندوق كلنا. طبعا تنساش بناية النكهات الرز الأبيض تحت واللي هذا فوق. أيوة. عطنا الخطة. في خطة أنك تأخذ هيك من تحت لفوق، شفت كيف هاي اللقمة هيك؟ أيوة. ومع البصل طبعا اللي فوقها ولقمة الدجاج معها وبسم الله الرحمن الرحيم. يا عمي أكيل يا عمي قاعد معانا مين اللقمة صاحية؟ ما ينفع يا عمي أكيل صح. نجيب من الطحينة لا هيك الشغل بالعافية والله. أخذت تعليمات كويسة ما شاء الله في الطبخة هذه. ها تعليماتك. وأنا حسأل حدا غريب عن وصفة المقلقل، حسأل عبد الرحمن بخش. انطباعاتك في الطعم و صوت والله جدا مو طبيعي إن شاء الله. صحن عبد الرحمن نروح على الصحن. أنا كثير متحمس أجربه صراحة لأنه يا أخي وصفتك. بس طبعا سوى رز مبخر وهذا تكنيك اتفاجأت إنك سويته. باين طعم الصراحة. أنا لا أرز مكشن عادي. أنا بخرت الرز على الخفيف صح. تعرف نايف لو بس بتقول لي إنه لو بس بتقول للمشاهدين هاي وصفتين مقلقل قدامكم طيبين جربوهم إحنا مبسوطين. والنتيجة زي ما اتفقنا بتسلم الكنافة. انت لا تقرر الان، ادينا نقاط القوه في كل صحن. شوف عندك الرز هنا مره قوي، كشرته بالاشياء اللي فيه. الدجاج مو طبيعي، سفاح مو طبيعي. الطحينه
أظن هذه أحلى. أو أنت دخلت على تقييم الطحينة ما شاء الله، أنا كنت أحسب إنه الطحينة مع كل شيء مع بعض. مناف شغل ديتيلز، شغل تفاصيل. نايف إيش ديتيلز عندك حبيبي؟ نايف أنت كثير نورتنا اليوم، وفعلا من الحلقات اللي كثير انبسطنا فيها يا حبيبي. و لو يعني كيف نبسط لك إياها، نقول لك لو أكلت هذا الصحن في مطعم وأكلت هذا الصحن في مطعم ثاني، مين فيهم حترجع؟ ترجع تطلبه مرة أخرى؟ لا لا تقرر، بس أنت خلاص ببالك إجابة؟ إحنا نتكلم، إحنا اليوم قاعدين نقيم المقلقل ولا نقيم الصحن طبق كامل؟ أسمع زي ما قال لك باسل، أنت الآن جوعان، عندك وجبة واحدة تأكلها وتصوم 3 أيام عشرة صعبة مرة يا ساتر. فتبغى شيء مرة لذيذ استمتعت فيه، الصحن اليمين صحن باسل، صحن اليسار صحن عبد الرحمن. جاهز التقييم؟ صنعت القرار، صنعت. الا شوي عندك باسل المايك، تفضل. الفائز في لعبة شف في حلقة اليوم هو باسل. الله الله الله. شكرا شباب، سوينا مقلقل ممتاز شباب في مطبخ لعبة الشيف. بوعدكم إن قاعدين بنسوي وصفات ممتازة. شوف الضيف قاعد باكل مرة مرتين ثلاثة، بروح لهذا الصحن برجع لهذا الصحن، هاي الروح اللي بدنا إياها، وهذا الانتصار اللي أنا كنت بدي إياه ومستنيه. الصراحة مرة كانت مؤلمة، باسل فاز علي في المقلقل، هذه مرة صعبة بس تستاهل. ولكن يا باسل الحلقات الجاية ما حرحمك وما حديك أي وصفة، خلاص انتهت العلاقة اللي بيننا. شكرا. لأن إذا نتكلم على طبق وكوجبة بشكل كامل، الرز مع التدخين مع الطحينة من بداية أصلاً التقديم إلين ما تأكل، تجربة متكاملة ممتعة. ولكن إذا أننا نرجع للدجاج، نرجع للبار يعني، والله أقول لك ترجع للبار كمان مرة. لا لا، لو رجعنا للدجاج، الدجاج عند عبد الرحمن أطعم. صدقني عبد الرحمن أنا أخذت الوصفة منك وتعلمتها منك صح، ولكن اللي حاولت عن جد ألعب عليه هو الرز. أنت قلت لي أنا حسوي رز كشنة حمراء، أنا قلت لك خليني أسوي رز تاني مختلف. صحيح. ونرجع بنحكي كمان مرة، مش بكثر المقادير، يمكن كتير سوينا مقادير متشابهة وصحوم متشابهة، لكن هو حسن التدبير دائما الحكم. الله. وبناية النكهات تنتصر الله. اليوم على بناء النكهات ونورتنا. نشوفكم يا إخواني في الحلقة المقبلة. شكرا متابعتكم، إلى اللقاء.